قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجارية العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. احنا بنتكلم في 15,000 فدان محمد. تمام يا فندم. بالك يا حبيبي، التطوير ده اللي بالتنميه اللي بنعملها دي، انت بتقدم 15,000 فدان تنميه عمرانيه وتنميه ممكن تتعمل فيها مناطق صناعيه وممكن تتعمل فيها كلام كتير قوي. انت فين ده؟ انت بينك وبين القاهره الجديده قد ايه؟ انت مفيش حاجه خالص. مفيش. النهارده الشبكه اللي انت بتعملها ديت 15,000 دول، 15,000 فدان دول، شبكه الطرق دي وبالمرافق بعد كده هنبقى احنا قادرين ان احنا نقول ايه، نقدر نضيف سواء للقاهره الجديده او للمناطق المستثمرين اللي هي امتداد شرقا كده، مش كده شرقا؟ ايوه كده، نضيف لهم 15,000. كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلومتر وعرض 8 حارة مرورية في كل اتجاه، 5 رئيسي و3 فرعي، ودي يا فندم المنطقة دي كانت تضاريسها صعبة جدا، وبشبكة الطرق دي يا فندم هنحقق الاستغلال الاستثمارات الأمثل للمنطقة. إنشاء شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وعرض 4 حارة مرورية في كل اتجاه، ودي يا فندم لخدمة التجمعات التنموية والعمرانية المستقبلية يا فندم. تم يا فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده، وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهرة الجديدة. تم مراعاة فندم عمل ممشى للعجل وممشى للأفراد وأماكن انتظار للسيارات يا فندم. وتم فندم الانتهاء من أعمال تطوير محور العبور ومحور الجزيرة وامتداد محور محمد نجيب. محور العبور ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، محور الجزيرة ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيرة ومحور العبور بعرض 6 حارة مرورية يا فندم، إنشاء جديد. وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب ليصبح 10 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 4 حارة مرورية يا فندم، 6 رئيسي و4 فرعي. والمنطقة فندم جاهزة لاستقبال الاستثمارات المخططة والمقترحة يا فندم والامتداد العمراني. واستكمالا يا فندم لأعمال التطوير، تم يا فندم العرض والدراسة وعرض العرض على سيادتك مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. وبدأنا فندم بالفعل بننفذ دلوقتي يا فندم 4 مكونات رئيسية. أولهم يا فندم محور طلعت حرب بطول 8 كيلومتر وعرض 5 حارة مرورية في كل اتجاه، يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب، وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الدائري الأوسطي للقاهرة الجديدة، وبيربط يا فندم القادمين من شارع 90 الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر، وبقى فندم محور مروري داخلي من خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر، بيربط ويربط القادمين من طريق القطاميه العين السخنه السياحي وينتهي بالدائري الاوسطي يا فندم. ده فندم هيسهل الحركه المروريه ما بين سوق السيارات والمناطق الصناعيه وربط القاهره الجديده بالمحافظات المربوطه من الدائري الاوسطي يا فندم. هنخلص امتى طب سيادتك؟ لا انا بتكلم على ده سيادتك، الكلام ده كله الجسر الترابي بالاعمال بالكباري والانفاق والعمالة الصناعية في جسر ترابي هيبقى اخر شهر 6 شغال خلصانين. لا احنا هنعمل كده سيادتك عشان احنا ممكن نشتغل، بس هيبقى في مشكلة عشان موضوع المرافق. احنا بنسمع مع جماعة جدة ولا سيادتك حاليا هم شغالين معانا، وزارة الاسكان وزارة الكهرباء وزارة البترول وزارة الاتصالات، عشان واحنا شغالين يبقى المرافق البنية الاساسية سيادتك طبقا لتعليمات سيادتك تبقى موجودة، بحيث ان احنا بعد كده لما يبقى التنمية اللي هي الحرية موجودة يبقى ده موجود الكلام ده وموجود المرافق بتاعته كلها طبقا لأوامر سيادتك سواء هنا او اي حاجة تانية بنعملها بالشكل ده. كده احنا للسخنه ليها طريقين صح كده؟ السخنه سته الطريق الجديد والطريق اللي هو القديم اتطور. ايوه يا فندم. كده ايوه يا فندم.
كما استمع سيادته لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور 90 الجنوبي ومحور 90 الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة يا فندم كمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق دائري، محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغاية كده، وهيكمل مع محور السادات بقى عبارة عن محور جديد داخل القاهرة الجديدة، هيساعد على نقل الحركه من 90 الجنوبي والشمالي اللي هم كانوا موجودين اصلا بس وكان فيهم تكدس جامد جدا وكانوا بيرموا على الطريق الدائري برضو. الكلام ده كله حر على الطريق الدائري، وسيادة الكلام ده احنا ربطنا عليه المحاور الجديده، فبقت المحاور الجديده مربوطه على محاور بحيث لما تاثرش يعني كمستقبليا المنطقه العمرانيه اللي هتبقى هنا او الاستثماريه بعدد السكان بتاعها مدروسه مروريا مظبوط جدا باساتذه الطرق في جامعه عين شمس وعندها في الاساتذه والناس الموجوده مدروسه جامد جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس مروري ثاني في المناطق اللي احنا فكناها قبل كده. بس انا عايز اقول لك انك انت لما تيجي تتكلم على هنا نمو عمراني خلال ال 15 سنه الجايين للمنطقه دي وحجم الحركه المروريه مدروسه يا فندم، مدروسه مدرست بدراسه مروريه مظبوطه جدا. المحاور دي هتخدم بحر محمد نجيب، الامتداد سيادتك امتداد طلعت حرب، سيادتك ندرس امتداد الكلام ده تربط طريق السخنه في الاماكن ده، فهيبقى في محاور بديله كثيره جدا. ده بالعكس ده هتخف التكدس يعني مع زياده الموجوده هنا هتخف الحركه الموجوده كمان التكدس الموجود في القاهره الجديده. شكرا يا محمد. شهر 6 ان شاء الله كده، ان شاء الله. شكرا كل سنه وانت طيب. سلام عليكم.